منتابع بفقرتنا ومنروح هلا طبعا مروان حيدر اللي صار جاهز معنا من انطلياس من بيت الزراعه ولنشوف شو المفاجاه اليوم. صباح الخير مروان. بونجور يا مروان. العوافي عم بيضووا. ايه عم بيضووا. ليش تنالك؟ وانا كمان. تفضل مروان. كيفكم؟ سوا كيفك عبدو؟ الحمد لله. اليوم رح نبلش باول سله، سله الاستاذ عبدو اللي فيها الخسه الكبيره اكيد مع بقدونس ونعنع وبندوره وبصل. اوبس راح الكهرباء. عادي. سله الفتوش يلي فيها خيار خيار وبندوره وبصل وروكا ونعنع وبقلي ورشيد وفجل. سله الباذنجان المدعبل مع بندوره وبصل ونعنع. واكيد اليوم بدنا نقول انه عنا الافوكا. الافوكا يلي هالنوعية الرائعة منها نهار السبت جبنا كمية، واليوم كمان رح تكون السلة فيها كيلو ب10,000. هالافوكا في كمية وافرة، يلي بحب يشوف الافوكا عنا او يدوقن نوعيتهم جيدة جدا. وبنعرف قديش الافوكا سعره بالسوق، اكيد دايما نحن نقول مع منضارب، نحن دايما نعطي الاسعار اللي بيعطونا اياها المزارعين بنحطها ما بنربح فيها ابدا. سلة الباذنجان الطويل مع بصل مع بندورة مع بقدونس. سلة اللوبيا البدرية يلي فيها أكيد فجل وبندورة وبصل. سلة نقطة يجي فيها كيلو. سلة الكوسة يلي بيجي فيها مينيموم كيلو كوسة مع بقلة وبندورة وبصل. وعنا هالتفاحات الغير شكل يلي دائما الكيلو عنا ب 5,000، كنا الجمعة الماضية عنين 3 كيلو ب 5,000 اللي هو الجالا، اليوم عنا هالنوع التفاح الطيب كمان 2 كيلو ب 10,000، يعني سلة فيها 2 كيلو. كل هالأصناف موجودة عنا، بدنا نقول إنه صار عنا كمان عشبة البحر دائما عم بيسألونا عليها، عشبة البحر شغل البترون طعمة رائعة، ودائما يلي بيعرف شو عشبة البحر وضايق منها قبل بيعرف إنه قليلة شوي ما نلاقيها بالسوق. نحن عم يعنونا اياها وصارت موجوده عنا. الزعتر الخلطه الطيبه كثير يلي كل الناس بتحبها صارت موجوده كمان، يلي بحب يجربها او يسفرها معه لبرا يقدر ياخذها. والبينات باتر يلي على شوكولا وعادي كمان شغل بيوت، نوعيه رائعه وطعمه غير شكل. هدول البينات باتر زبده الفستق شغل لبنان وشغل ستات بيوت اكيد. وعنا الموز يلي كمان سله فيها كيلو ب 10,000. كلنا يمكن لاحظنا شوي غلى الاسعار للخضره، هيك فرد مره قبت كل الخضره مع انه هالدولار نزل ما بعرف شو عم بيصير، بس نحن بعدنا محافظين. وبدنا نشوف كمان عندنا هيدا التفاح كمان 2 كيلو ب 10,000. مربى المشموش، مربى السفرجل، مربى التين، كل هالمربيات، مربى الفريز، مربى التوت، كل هالمربيات موجوده عندنا شغل بيوت اكيد 100%. مثل هالمربى المشموش هيدا شغل منطقه القاع. كمان عنا رب البندورة، رب الحر، والصوص طومات، هدول كمان أصناف رائعة اللي عم ياخذوا من عنا عم بيعرفوا قد نوعيتهم منيحة، هالموجودين صاروا عنا وكلهم شغل جديد. وكمان في عنا شغلة كثير مهمة، العسل يلي هو نوعية باردون رائعة، العسل شغل منطقة القرعون، عنا عسل سنديان وعسل الشوكة وعسل الحمضيات، مفحوصين بمركز الأبحاث العلمية الزراعية بالفنار، نوعية رائعة. بس بدي اقول شغله، اوقات العسل الشوكي بيقرش، اذا قرش مش معناتها هيدا العسل سكر، نوعيه العسل بيقرش بكون نوعيه كثير منيحه، بنحكي على الشوكي بكون نوعيته كثير منيحه، فاذا حدا اخذ عسل وقرش يقدر يسال، او اذا بيسال نحالين بيقولوا له انه العسل بس يجي عليه سقعه هالعسل الشوكي بيقرش بيعمل مثل السكر بس بتكون نوعيته رائعه. بنحكي كمان على الصابون، صابون شغل منطقه شبين، وصابون كمان شغل منطقة دير القمر، هالأصناف رائعين. الصابون عم ينعمل بالبيوت من زيت الزيتون، معمول بطريقة كثير مدروسة لحتى ما يكون في أي مشاكل لحدا يعمل حساسية أو ضايقه بشرته. كل هالأصناف موجودة عنا أكيد. إلى جانب حامض الحصرم بغلى الحامض هلا، حامض الحصرم فينا نستعمله محل الحامض بالتبولة وبالأكل، نوعية رائعة جدا. عنا كمان شراب التوت هو شغل منطقة الفرزول، نوعية طيبة كتير كمان موجودين عنا. كل هالأصناف هي شغل بيوت. وبدنا نقول كمان مرسي كتير لبلدية كفر دبيان وشخص رئيسها دكتور بسام سلامة يلي عم يفتح لنا مجال نتعرف على كل المزارعين عنده وعلى كل الستات يلي عم تعمل منتوجات ببيوتها، وحيكون لنا زيارة تانية عندهم تنجيب المنتوجات. عملنا حلقة
بالعوافي عندهم، وكمان طلعنا بأجندة عندهم وشفنا قديه عندهم أصناف مشكلة بالمونة راح تصير موجودة عندنا هالأصناف، وكمان حنبيعها ببيت الزراعة دغري للمستهلك. كل هالأصناف موجودة، فريق بيت الزراعة أكيد دائما بخدمة الجميع. وبرجع بذكر أنه كل الخضرة الموجودة عندنا، كل الفواكه الموجودة عندنا نحن ما بنربح فيها، كمان بذات الوقت نحن مع مضارب، يعني عم نعمل ديلات مع المزارعين، بيعطونا أسعار منيحة منبيع بأسعار منيحة مثل ما بناخد من عندهم دائما، ما بنحط عليهم ربح. من هالطريقة يمكن الاستمرارية عم بتكون ببيت الزراعة، يعني اللي عم نعمل هالسلة، هالسلة صار عمرها طويل، عمرها كتير، كل العالم تعودت عليها. إن شاء الله قريبا إذا راقت الأحوال وتهدى البال منصير نرجع منوزع على البيوت إن شاء الله، ونكون عم نوفر على الناس يظهروا ويجوا ويتسرقوا ويتكلفوا بنزين. هالأصناف كلها موجودة، برجع بذكر كلها شغل بيوت، كل المونة الموجودة عنا ببيت الزراعة شغل بيوت. وبدنا نقول لهم بونجور للستات الناطرين، نعم، إذا بتحبوا تصفحوا عبدو ونتالي، فلا احنا بيجوا بكير الصبايا والشباب لعنا. عبدو عم يصبحوكم، ما بعرف اذا عم تسمعوا بونجور، عم نسمعهم اكيد مروان، بس في ديلي مثل بتعرف، واكيد العجقه بدها تبلش. كيف اذا من بعد ما هلا طلعت وخبرت عن القصص الموجوده وبهالاسعار، يعني بعتقد تليفونه في ما عم يهدي كل شوي عم نسمع الاجنده على الاو تي في. مظبوط مظبوط، بس ما انتبه تحطه سايلنت كل شوي عم بيرن. لا ما عليها، خلي رن خلي رن. بحب ذكر بحب ذكر انه الافوكا نوعيه طيبه كثير، كل العالم تفاجأت بالسعر انه عم بيع الكيلو ب 10000، لانه معروف الكيلو قد ايه بالسوق. نحن عم نبيعه من قلبه رب، عم ناخده بسعر كثير منيح، بنقول ميرسي للي عم بيعطينا الاسعار الحلوه. كمان الموز استاذ احمد تقي، كمان بنقول له شيخ الحج برضو احمد تقي، بنقول له ميرسي كثير لانه بعده عم بيعطينا الموز بسعر كثير منيح، تنقدر نحن نبيع الكيلو ب 10000 اللي هو منه موجود بهالسعر ابدا بالسوق. هالاصناف كلها بحب ذكر انه كلها طازه، ما في شيء بنجيبه نحن حتى بالمونه، ما بنجيب معامل، ما بنجيب مصانع، ما بنجيب شغل برا، كلها شغل بيوت 100% ومفحوصه بمركز الابحاث العلميه الزراعيه، اكثريتها عم نفحصها فوق، وعم تكون النتيجه خاليه من المواد الكيماويه، خاليه من الترسبات، خاليه من الجراثيم، وخاليه من الميتولور المواد الثقيله يلي معقول تاذينا، خاصه العسل، لانه حتى في ناس هلا عم بيطلبوا منا ياخذوا منهم لبرا على كندا وامريكا. خلينا نذكر بس قديه كيلو الافوكا عندك؟ 10000 كيلو الافوكا. 10000 في عندك طلبيه وصلت هلا شيء 10 كيلو؟ السبت لعشر اشخاص، لعشر اشخاص لما نقول، لانه رح نعطي فلا، لانه احنا ماكسيموم عم نعطي 2 كيلو للشخص. ايه هي 10 اشخاص بس فرد مطرح نعم رح يوصلوا لهون. شكرا لك مروان حيدر، يعطيك العافيه. بلديه طنطليس تفضلي امام بيت الزراعه اليوم. يعطيك الف عافيه مروان. البلديه طنطليس عسلامتها، ورئيس بلديتها عسلامته. ميرسي كثير لكم، ميرسي نتالي، ميرسي عبدو، ميرسي مروان.